أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت طلبت منكم في نهاية الحلقة السابقة تدربوا على ترتيل الآيات الأخيرة من سورة الكافرون. نستمعوا لقراءة أحد المستفيدين. تفضلي خديجة، قرأي لنا الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أنا عابد ما عبدتم. انتبهي ولا خديجة، انتبهي للمد. ولا أنا، نعم، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نعم، تبارك الله عليك خديجة. والآن نستمع لهذه القراءة المباركة. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. والآن أنا غنقرأ هذه الآيات مرة أخرى. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نمر الآن للترديد باش تعلموا القراءة السليمة ويسهل عليكم تحفظوا هذه الآيات. قرأوا. ولا أنا عابد ما عبدتم. نعاود مرة أخرى. ولا أنا عابد ما عبدتم. تفضلوا قرأها. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعودها. ولا أنتم عابدون ما أعبد. تفضلوا. ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم. لكم دينكم ولي دين. أعيد. لكم دينكم ولي دين. تفضلوا. لكم دينكم ولي دين. نعم عائشة، عودي الآية الأخيرة. لكم دينكم ولي دين. نعم أحسنتي. والآن نتعرفوا على شرح الكلمات والعبارات اللي موجودة في هذه الآيات. نبدأ بالآية الأولى، كيقول الله تبارك وتعالى ولا أنا عابد ما عبدتم. شنو هو المعنى ديال كلمة ما عبدتم؟ أشنو تيعبدوا هاد الناس هادو؟ نعم سلمى، تيعبدوا الأصنام. نعم صحيح، كيعبدوا الأصنام والأوثان. والمقصود يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أعبد أصنامكم. والآية الثانية ولا أنتم عابدون ما أعبد. أشنو المقصود بالكلمة ديال ما أعبد؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام تيعبد الله اللي هو الإله الحق. والآية الثالثة كيقول فيها الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين. ما معنى هذه الآية هذه؟ شوفوا عائشة، عندكم الدين ديالكم وعندي ديني ديالي. نعم يعني انتما تتشركوا بالله تعالى في العبادات ديالكم وأنا تنعبد الله وحده لا شريك له. الآن غنقرأ شرح العبارات القرآنية اللي شرحناها واللي غتظهر أمامكم على الشاشة. عندنا العبارة الأولى ولا أنا عابد ما عبدتم، معناها لا أعبد أصنامكم الآن ولا فيما يستقبل من الزمان. نعودها.
ولا أنا عابد ما عبدتم، معناها لا أعبد أصنامكم الآن ولا فيما يستقبل من الزمان. أعيد مرة أخرى وانتم رددوا من بعدي، ولا أنا عابد ما عبدتم. تفضلوا. ولا أنا عابد ما عبدتم. نعم. لا أعبد أصنامكم الآن. لا أعبد أصنامكم الآن. ولا فيما يستقبل من الزمان. ولا فيما يستقبل من الزمان. نعم. العبارة الثانية، لكم دينكم ولي دين، معناها أنتم تشركون بالله تعالى في عبادتكم وأنا أعبد الله وحده. أعيد مرة أخرى وترددوا من بعدي، لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. أنتم تشركون بالله تعالى. أنتم تشركون بالله تعالى في عبادتكم. في عبادتكم. وأنا أعبد الله وحده. وأنا أعبد الله وحده. وأنا أعبد الله وحده. وأنا أعبد الله وحده. نعم، أحسنتم، تبارك الله عليكم. ودابا أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، غندوزوا التدرب على كتابة وقراءة زوج كلمات من هذه الآيات. ونبدأ بالكلمة الأولى، كلمة عابدون، كتبدأ بحرف العين عابدون. أشنو هما الحروف اللي عندنا في هذه الكلمة هذه واللي تعرفنا عليهم في مادة القراءة والكتابة؟ نشوفوا. زهرة، ممكن تقولي لنا الحروف اللي عندنا في هذه الكلمة؟ الحرف الباء بالكسرة والدال بالمد. نعم، بالمد. ب بالضمة دو بالضمة. وعندنا الحرف الأخير هو حرف النون، وكنقرأوا الكلمة عابدون. انتبهوا لطريقة كتابتها على الشاشة. نعم، ونفس الطريقة غتتبعوها على الألواح ديالكم وتكتبوا هذه الكلمة هذه. نعم، إذا انتهيتوا رفعوا الألواح. نعم، تبارك الله عليكم، جيد. زهرة، ممكن تقربي شوية اللوحة؟ نعم، أحسنتم، تبارك الله عليكم. وكنقرأ هذه الكلمة هذه عابدون. عاود مرة يا إلياس. عابدون. مرة أخرى. عابدون. جيد، تبارك الله عليك. الآن ننتقلوا للكلمة الثانية، كلمة دين. دين، لاحظوا هذه الكلمة هذه باش من حرف تتبدأ؟ تتبدأ بحرف الدال اللي تعرفتوا عليه أيضا في مادة القراءة والكتابة، واللي عنده هنا كسرة معها المد دي، وكنقرأوا الكلمة دين. ولاحظوا طريقة كتابتها على الشاشة. نعم، وغادي تكتبوها بنفس الطريقة على الألواح ديالكم. تفضلوا. إذا إلى انتهيتوا رفعوا الألواح. نشوف. نعم، دين. نعم، جيد. وكنقرأ هذه الكلمة هذه دين. عودوا مرايا جميعا. دين. نعم، سناء. دين. جيد، تبارك الله عليكم. نعاود نقرأ هذه زوج الكلمات. نا عابدون دين. أعيد مرة أخرى، عابدون دين. إذن
زيدوا تدربوا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين على كتابة وقراءة كلمة عابدون وكلمة دين في الكتاب المقرر. وقبل ما ننهيو الحلقة ديال اليوم تنطلب منكم ترتلوا ثلاثة الآيات الأخيرة من سورة الكافرون وتراجعوا الكلمات والعبارات اللي شرحناها اليوم واللي غادي توجدوها في كتابكم التعليمي باش يسهل عليكم فهم معاني الصورة. وصلنا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين لنهاية الحصة، نبقى مع مادة الحساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.